واحد بيقول اريد ان اعرف في سر التناول، قداستكم اشرت عن التناول وقلت ان اللاهوت لا يؤكل ولا يشرب، بل ناكل ونشرب الجسد والدم، فهل ينفصل اللاهوت في هذه اللحظه؟ لا ما بينفصلش، بس ما بيتاكلش. ما بينفصلش بس ايه؟ ما بيتاكلش. وقلت لكم مثل اللي بياكل واحد بياكل لحم ودم لكن ما بياكلش روحه. ما الفرق بين كلمة تجسد وتأنس؟ هل هناك فرق؟ تجسد يعني أخذ جسدا. أفتشي ساركس أخذ إيه؟ جسد. لكن كان قامت هرطقة زمان إن السيد المسيح وهو متحد باللاهوت مش محتاج إلا الروح، لأنه ممكن يكون حي باتحاده باللاهوت. فالكنيسة علشان ترد على الحكاية دي، لأن لو مش محتاج لروح يبقى لم يصر مثلنا في كل شيء، يبقى ينقصه الروح، يبقى ما أخذش ناسوتا كاملا، فلابد يكون ياخد روح. عشان كده قالت أفتشي ساركس ووه أف الرومي، يعني أخذ جسد وصار إنسان. تأنس، كلمة تأنس يعني صار إنسان، إنسان كامل، ليس فقط أنه أخذ جسد، إنما أخذ جسد ونفس وروح زي أي إنسان.